الذي لفت الأنظار إليها في دار الأوبرا بدمشق حازت الطفلة لين طالب على الجائزة الأولى في مهرجان أغنية الطفل الرابع للعام 2020. تجربة كتير حلوة، وأنه وقت اللي طلعت على المسرح لأول مرة أنه هيك صابني شوية توتر، بعدين اجيت غنيت وابديت مليح. وجه الرسالة انه ما يستسلموا ابدا، وكمان انه يتدربوا ويحاولوا لحتى ينجحوا ويوصلوا لهي المرحلة اللي وصلت لها انا، وكمان يعني يتدربوا غني سولفيج اي شيء انه مشان يصيروا هيك واثقين من حالهم ويغنوا قدام الجمهور كله. يا ريت لو طارت جوانحنا بصوت لين طالب ذات 12 عاما ومن كلمات نزيه عيسى وألحان الموسيقار أحسن خضور، والذي حصل أيضا على جائزة أفضل ملحن. قدمنا أغنية لو طارت جوانحنا، كلمات الشاعر نزيه عيسى وألحانه وغناء الطفلة لين طالب. ضلينا مدة مليحة حوالي الشهر ونص عم جهز بهي الأغنية، وطبعا نحن عم نجهز لين من حوالي سنتين او ثلاثه كغناء وكسولفيجات. كان التقديم بشكل ممتاز جدا والحمد لله تميزنا حتى على مستوى القطر تقديمنا، وباداء الجميل اللي اديته لين استطعنا انه نحقق جائزه افضل لحن على مستوى مهرجان الاغنيه الرابع في دار الاوبرا. ايامنا منا العمر عم يسرى أداء ممهور بإبداعها الفني، عبرت لين عن رسالة محبة وسلام ومحاولة لرسم بسمة فرح من سوريا أرض الإبداع الموسيقي الأول.